اهلا بحضراتكم. من 2011 بعد ثورة يناير وحدث مجموعة من الأحداث والاضطرابات الأمنية اللي الكل لاحظها، وبالتالي انتشرت بعض الظواهر السلبية في المجتمع كالبلطجة وقطع الطرق وتعطيل المصالح الخاصة بالناس والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. حتى جينا في الشهور الأخيرة بدأت الجماعات الإرهابية أنها تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، بدأت أنها تستهدف أبراج ومحطات الكهرباء، بدأت تستهدف الكثير من المنشآت العامة، الأمر اللي أثر بالسلب على الناس. من 2011 وحتى هذه الأيام هناك بعض الناس تفكر في ما يسمى تطبيق حد الحرابة، ويقول بأن الحل الآن هو أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حتى أن بعض الناس في محافظات زي الشرقية وتقريبا في إحدى محافظات الصعيد خدوا حد الحرابة على أحد البلطجية أو أحد قطاع الطرق وقتلوه وعلقوه، وفي ناس كمان سحلت ناس. الموضوع يدعو إلى الوقوف والتأمل. إن شاء الله الحالة الأمنية الحمد لله في تحسن، ولكن يعني نعيد هذا المفهوم مرة أخرى بشكله الصحيح إلى الأذهان. اسمحوا لنا أن نناقش هذا الموضوع الهام مع فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمار. أهلا بكم فضيلة الإمام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. فضيلة الإمام، بداية نود أن نتعرف من فضيلتكم على مفهوم ومعنى حد الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حد الحرابة مذكور في سورة المائدة، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن نوع من أنواع العقوبة الرادعة، وهذه السورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما كانت للردع وإنهاء الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى في كل الحدود، سواء كان قطع يد السارق أو جلد الزاني أو رجم الزاني كما ثبت في السنة، أو حد الحرابة كما هنا، سواء كان على المسلمين أو غير المسلمين، ممن يفسدون في الأرض ويروعون الناس ويقتلون ويسرقون ويجعلوا الأمن المجتمعي في تهديد، لا أهم حاجة بقى الأمن المجتمعي. فإحنا عندنا في قضايا الحدود كلها أمور لازم نعرفها علشان نفهم يعني إيه حد الحرابة، لأن حد الحرابة ده هو نوع من أنواع العقوبات الشديدة التي تواجه الجرائم العنيفة. والجرائم العنيفة أن يقوم المفسد بالقتل، أن يقوم المفسد بالاغتصاب والاعتداء على الحرمات والأعراض، أن يقوم المفسد بالسرقة، أن يقوم المفسد بالإهلاك، حرق الممتلكات، حرق الماشية، إغراق البلاد، شيء من هذا القبيل، أن يقوم المفسد بالتفجيرات التي تقتل الناس على 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 غير وعي، يعني ده بيقتل اي حاجه يخرج على البر والفجر، ان يكون المفسد بيدمر الممتلكات العامه التي تكلف جماعه المجتمع وجماعه المسلمين المبالغ الطائله. عقوبه شديده في مواجهه جريمه عنيفه، ولكن هذه العقوبة تنتمي إلى مجموعة العقوبات التي سمح بها الله، سمح بها الله. مش هقول لك أمر بها الله، إنما هقول لك سمح بها الله. علشان نفهم حكاية سمح بها الله دي، يلا بنا نشوف
بعض المعاني البسيطة. نمرة واحد: الإسلام أكبر من المسلمين. كتير من الناس ما تعرفش الحقيقة دي. يعني إيه الإسلام أكبر من المسلمين؟ يعني أحكام الإسلام خاطبت كل من أراد أن يتبع هذا الدين إلى يوم القيامة. طب ودول عددهم قد إيه؟ مليارات، ملايين ومليان. هل هم على ثقافة واحدة، عقلية واحدة، مستوى اجتماعي واحد، مستوى في الثراء متقارب؟ أبدا. ده فيهم البدوي وفيهم الأمي وفيهم المتعلم وفيهم الذي أخذ جائزة نوبل دلوقتي، وفيهم أنواع شتى. طيب ماذا يقصد الإسلام؟ يقصد أنه يعطيك سماحا، يعطيك سماح أن تفعل هذا، لكن مش بيفرض عليك هذا. عفوا، تفضل. ما بيفرضش عليك هذا، بمعنى أن الأمر على طائفتين: أمر تقرير يقره الله سبحانه وتعالى بالسماح فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو يقول في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. طب هم دول مسلمين اللي بيحاربوا الله ورسوله ولا غير مسلمين؟ طب ماذا لو أن غير أن المسلم فعل هذا؟ إذن لو كان غير مسلم فهو يستحق هذه العقوبة لأنه يفسد في الأرض. طب ولو كان مسلمان يستحق نفس العقوبة. يبقى إذا ليس هناك فارق ما بين المسلم وغير المسلم. يعني هي عقوبة عامة. هي عقوبة عامة في مقابل جريمة عنيفة، جريمة شديدة. ولذلك الفقهاء لما تكلموا على هذه الآية: ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، قالوا لمن قتل أو يصلبوا، قالوا لمن صلب، نزل قرية وجابنا ناس ولفهم على الصليب كده هو وعذبهم 3 أيام 4 أيام ونزلهم، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده نوع من أنواع القصاص، لأن العقاب من جنس العمل بتاعه. من العمل؟ مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم أو غير مسلم هيفعل هذا في الناس. غرض الحدود دي كلها إيه بقى؟ التخويف أساسا، يعني لها وظائف. نمرة واحد: التخويف، علشان أي واحد بيفكر يغتصب طفلة وبعدين بعد ما يغتصبها يقتلها، وبعدين بعد ما يقتلها يحرق جثتها، وإيه ده؟ إيه ده؟ فبقول له: على فكرة لو هتعمل كده هتدخل في حد الحرابة، وهتدخل في حد الانتقام منه، وهتدخل وهتعمل، وأعمل له كده هو خوف هذا الإنسان أنه يرتكب الجريمة. طب إذن لها وظيفة قبل وقوع الجريمة. طب وقعت الجريمة لا يحكم فيها إلا القاضي. ما ينفعش إطلاقا إن الناس، يعني في حاجة مجردة ولما تيجي نطبقها لازم القاضي يتدخل. نمرة واحد: يعرف الجدع ده عمل كده فعلا؟ طب عالم قال أنهي نوع؟ طب يستحق أنهي عقوبة؟ طب يستحقها ولا ما يستحقهاش أصلا؟ طب ينفع أقيمها عليه ولا لا؟ شوف لدرجة قد إيه. بمعنى إيه؟ أنا أدي لك مثال في نفس الحرابة دي اللي هي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. بيقطع إيدي هيحصل نزيف، بيحسم هذا النزيف بيوقفه علشان المطلوب مش قتلي، صحيح، المطلوب قطع إيد.
فالأطباء قالوا له لو اتقطعت إيده هيموت، يمتنع ما يقدرش يقطع إيده. بالرغم أن الحكم بعد كل التأكدات وبعد كل اللي حصل أنه هو يقطع إيده، ولكن هناك عارض آخر يمنعه وهو عدم قطع الإيد، لأنه عنده سيولة في الدم، لأنه عنده سكر، لأنه لو اتقطعت إيده هيموت. ما يموتهوش، لأن مش المقصود في النهاية أنه يموته، لا ده المقصود أنه هو يعمل حاجة معينة تخوف المجرمين، تكون عقوبة شديدة بإزاء جريمة عنيفة، بأن الأمن المجتمعي هو اللي يستقر. طيب فضيلة الإمام، أنا آسف في المقاطعة، بس حضرتك ذكرت في جزئية أن القاضي هو اللي يقيم حد الحرابة. ممكن دلوقتي الناس في قرية مثلا من القرى الشرقية في لصوص طلعوا عليهم وقتلوا ناس وسرقوا ناس ووقفوا ناس في الطريق واعتدوا عليهم، فالنهاردة فترة كان في فترة سيولة مثلا في البلد، هل والقاضي مش هياخد حد الحرابة، هل هذا المواطن أو هذه القرية أن تقيم هي حد الحرابة؟ إطلاقا البتة، ودي ما تبقاش إلا فوضى، ودي ما تبقاش إلا إن إحنا نرجع إلى الغابة. نعم. وقوانين الغابة، وحتى قوانين الغابة أحسن من كده أبدا. لا يستطيع أحد من الناس، ده ربنا سبحانه وتعالى قال للرجل اللي دخل على زوجته وهي والعياذ بالله تعالى ترتكب الزنا، اوعى تقتل ولا تقتل. قال له طب اجيب شهود منين؟ يعني انا دلوقتي لو قتلته هتاخدوني؟ قال له طب ارتكبت جريمة. شوف المفاهيم الراقية، تبقى كده ارتكبت جريمة. قال له طب يعني ودماغي اللي بتغلي دي اعمل فيها ايه؟ قال له تلاعن. يعني هي دلوقتي أنا شايف الجريمة قدامي أهي، وليس لي شهداء إلا نفسي، أنا بس اللي دخلت هنا، هروح أنادي أربعة يكون صاحبنا جري، وما فيش إلا أربعة، ما ينفعش إلا أربعة. فنفس المواقف دي ده معناها أن الله يريد منا التأني، ويريد منا مفاهيم تستقر في وجداننا، أن الغيرة لا تصل بنا إلى القتل، حتى مع من يستحق هذا وجدانا. يعني أقول الله أشوف واحد معاه ده أنا موته، أيوة تقول بقك كده، لكن اوعى تموته. طيب يبقى فيه لعان، واللعان بقى هنيجي قدام القاضي ويحذف أربع حلفانات والخامسة وأربع حلفانات والخامسة حتى يترتب عليه الحقوق. يبقى كده احنا بندعو الناس يا ترى الى انه ما يبقى عندهاش مروة ولا غيرة؟ لا، ده احنا طول عمرنا بنقول ان الغيرة على الاهل من الصفات المحمودة، ولكن كل شيء بمقدار، كل شيء له حد، كل شيء له وضع، وما زاد عن حده انقلب الى ضده. كل الحدود فهمها الصحابة الكرام على أنها منفرة من الذنوب، وأنها ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، وأنها تبنى عليها التقوى. لكن قرية تمسك حرامي وتصلبه وتقطعه وتعمله وتشفيه، ما ينفعش، هيؤخذوا بيه. راجل دخل على امراته معاها والعياذ بالله تعالى عشيقها فقتلوا، ما ينفعش، ده ممكن يكون غير مستحق للقتل لأنه أعزب ولا شاب ولا كذا إلى آخره، فقتلها، ما ينفعش افتياتا على الإمام، ما ينفعش، ده لازم من شهود ولازم من كذا إلى آخره. يعني إذا القضية مش سبهللة كده، ما ينفعش، لازم نروح عند حضرة القاضي. وهو ده اللي بيخلينا نقول إن المسلمين كان دولتهم دولة قانون دائما، الحدود بما فيها الحرابة إنما هي للتخويف من ارتكاب الجرائم، إنما هي عقوبات موضوعة يمكن، أدي السماحة
اللي بقول ربنا سمح لنا يمكن تطبيقها إذا رأى القاضي تطبيقها. إذا رأى القاضي فضل الإمام ولا إذا طلب أحد العلماء زي ما حدث مؤخرا؟ يعني أحد العلماء الكرام كان طالب بتطبيق حد الحرابة لما يحدث من تفجير محطات كهرباء وأبراج، يطالب القاضي اعتداء على منشآت وأطراف، حضرته يطالب القاضي. يطالب القاضي ما هو مش بيطالب كل أحد إن احنا نلاقي واحد ماسك قنبلة واخد له 200 جنيه عشان يحطها تحت برجه ونمسكه ونقطعه، لا، بيطالب القاضي، بيقول له حضرة القاضي لو ثبت على هذا. فجه الواد واعترف، قال ايوه اعطوني 200 جنيه وعملته وسويته كذا. قوم اخينا ده اللي هو العالم الجليل بيقول للقاضي لو سمحت حضرة القاضي خلصنا بقى، ما تحكم بالحراب. القاضي هو بقى اللي يقعد يتفكر كده، يا ترى هو ينفع احكم بالحرابة؟ يا ترى الواد ده يستحق هذا؟ يا ترى لو طبقت الحرابة هيستفيد المجتمع، هيستفيد امن الناس، ولا لو طبقت الحرابة هشيع معنى اخر انا مش عايزه؟ يا ترى. وهكذا هحكي لك حكايتين هيوضحوا لك الحال جدا عندما اراد ان تتضح له الحال. ماعز جه لسيدنا النبي عليه السلام، فالنبي تغافل عنه ودى وشه الناحية التانية، فجه قال له لا يا رسول الله ده انا زنيت، فودى وشه الناحية التانية 4 مرات، قال كأنهم 4 شهادات هو بيشهد على نفسه. وبعدين راح محوله للكوميسيون الطبي بلغة العصر بتاعنا. ايه الكوميسيون الطبي ده؟ جاب اهله قال لهم الواد ده مجنون صح؟ مجنون ها؟ قالوا له ده عقلنا وأحكامنا وأتقانا. فاتت الحكاية بتاع إيه الشهادة الطبية، ما فهموهاش ما لقطوهاش. فقال طب لعلك كذا لعلك كذا، ما قال له أبدا الصريح المريح. قال له طيب خلاص أمرنا لله. ما قالوش أنت زنيت مع مين؟ سبحان الله صحيح. وماله زنى مع مين؟ معصية سطرها الله عليها، ما قالوش انت زنيت مع مين. طيب نقيم عليك الحد. فلما جه يقيم الحد عمر كان واقف في الإقامة دي، وحده كان ساعتها الرجل، فخبطوا أول حصوايا كده، فماعز رضي الله تعالى عنه سال الدم عليه وتألم، قال يا جماعة أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة، وطلع من حفرة يجري، فجري وراه، فهما بيجروا وراه زي ما تقول عمر حضن وكده، ومالدم جه على هدومه على هدوم عمر، وراحوا حطوه مرة تانية وضربوه موتوا. فرح للنبي عليه السلام وقال له ما معناه، انا بقول بس للناس علشان تعيش معانا بلغة العصر يعني مش بالنصوص. الله يخرب بيتك يا ماعز وسخ لي الهدوم. ده سيدنا عمر اللي بيقول، سيدنا عمر تتصور يا رسول الله يقول كده، الله يخرب بيتك يا ماعز وسخ لي الهدوم. تتصور ان الواد قام جري ويقول ما عملتش؟ قال له هل لا تركتموه؟ يا الله. وهنا أخذ العلماء رجوع المحدود المعترف اعترف في إقراره. لو رجع القاضي. لو رجع والحد بيتنفذ قال أنا ما عملتش، ما خلاص نسيبه حتى لو كان كاذب. أم تاني يقول لي أنت بتدعوه إلى الكذب، ده مش فاهم حاجة. مش فاهم الكل. إيه هو بقى اللي مش فاهمه؟ الحدود هي عقوبات رادعة قبل فعل الذنب. نعم. بعد فعل الذنب بيد القاضي، والإقرار بيد القاضي. فالقاضي الذي أقر أمامه بهذا يبقى لا نعمل كده. نعم. نعم. إذن أدي ده موقف من المواقف، يعني بيكمل لي الصورة مش بيعاكس الصورة، بيكمل لي الصورة.
لكن الناس بتفكر بطرق أخرى، بطرق تانية، تفتقد أن الإسلام أكبر من المسلمين. خد بقى المشهد ده عند سيدنا عثمان فيما أخرجه ابن أبي شيبة: كان إذا أتي بسارق قال له أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. فالواد يقول لا، يقول يا أخوانا مش كده يا أخوانا، ما هو بيقول لا أهو. دي الحكاية دي عايزة قاضي مجتهد. افتقدنا القاضي المجتهد ده ابتداء من القرن الثاني الهجري، فلم تقم الحدود في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا من القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، بالرغم أنهم كانوا يحكمون بالفقه، مش هقول بالشريعة بقى لأنه إلى الآن احنا بنحكم بالشريعة، كانوا يحكمون بالفقه المباشر، ولم يقم حد من هذه الحدود عبر 1200 سنة الماضية. لماذا؟ لأن القاضي المجتهد فقد. ولماذا؟ لأن الشاهد العدل فقد. ولماذا؟ لأن الشروط الموضوعة لإقامة الحدود في منتهى الصعوبة. ولماذا؟ لأن هناك فهما عاما أن هذه الحدود زواجر وأنها موانع من إيقاع الجريمة، فإذا وقعت الجريمة فإنه الأساس عليها الستر، فإذا وصلت إلى الحاكم وجب عليه أن يقيم الحدود إذا كان الشهود عدول وإذا كان القاضي مجتهد. طب وبعدين إذا افتقدنا هذا الأمن المجتمعي نعمل إيه؟ نوقف الحدود ولا ننكر الحدود؟ نوقف الحدود، مش ننكر الحدود، نخليها زي ما هي تمنع المجرمين من الوقوع في الجريمة، نوقفها زي ما سيدنا عمر أوقفها عام الرماد. فالمصريون في تجربتهم الرائقة الفائقة أدركوا هذا، فطلعت قوانينهم وهي ساكتة عن الحدود، ساكتة عن الحدود، ساكت عليها ليه؟ لفقد القاضي المجتهد، ساكت عليها ليه؟ لكثرة الناس، لاشتباه العصر، لفقد الشهود العدول، لفقد الشروط الشرعية في إقامة الحدود. يبقى إذن الإسلام أوسع من المسلمين. الإسلام فيه حدود وعند تطبيقها لها شروط، فإذا فقدت الشروط للمسلمين أن يوقفوها. وبعدين يقول لك إحنا بنحكم بغير ما أنزل الله. لا لا أيها الأثيم، أيها الأثيم اللي قاعد في قطر، لقد تلوثت يدك بالدماء، دماء كل المسلمين. مصر تحكم بما أنزل الله. مواقع من المواقع السلفية يقول لك شوف الشيخ بيقول ايه، بيقول ان احنا بنحكم بما أنزل الله بالقانون الوضعي. لا يا أخينا، قانوننا مش وضعي. 40 قانون من قوانين المصريين متاخدة فورا من الفقه الإسلامي. القانون المدني متاخد من الفقه الإسلامي، القانون الجنائي على شرط الفقه الإسلامي. طب ايه رأيك في القانون الفلاني؟ يجيب لك بقى ايه اي كلام كده نعدله، اي حاجة مخالفة لهذا الشريعة نعدله. هات لي بقى اخويا مادتين ثلاثة من هنا. ولذلك المحكمة الدستورية العليا بتعمل ايه؟ بس بطريقة دولة، مش بطريقة جماعات إرهابية، بطريقة مفكرين، بطريقة ناس مجتهدين. طب هو في القضاء مجتهدين؟ عوض المر ده الله يرحمه كان مجتهد، تقرأ المذكرات بتاعته، لا كان مجتهد. الرئيس عادل حسين ده مجتهد، بس عندنا كم واحد؟ عادل منصور كان مجتهد. عندنا كم واحد زي عادل منصور ولا زي عوض المر ولا زي غيرهم من الأئمة الكبار دول؟
يعني محدودين، وطول عمر المجتهدين محدودين. القاضي شريح كان واحد بس، بس الدنيا كانت ضيقة، مش 90 مليون. ومن أجل هذه التركيبة التي نحن فيها من زيادة عدد السكان وعدم وجود الشهود وعدم وجود القاضي المجتهد بصورة لافتة للنظر وعدم وجود كذا، رحنا نحينا التطبيق. تنحية التطبيق من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما زلنا على الإسلام وصحيح الإسلام وإن كره الكارهون. فرد مهم أستاذ حضرتك بعد الفاصل، هل كذلك من أسباب التعطيل مثلا زي حد الحرابة، بأنه البعض يقول بأنه كان موقوفا على مواقف تاريخية أو أحداث تاريخية، أن هذا حكم تاريخي أو آية تختص بموقف معين في التاريخ، أو لأن البعض يرى بأن قطع اليد أو الصلب أو قطع اليد والأرجل من خلاف أمور يصفونها بأنها غير إنسانية وأنها أمور دموية لا تصح مع هذا الإنسان في العصر الحالي المتمدين أو المتمدين. أستاذ حضرتك تكون لجواب بعض الفاصل، ابقى معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. فرض الإمام، هل حد الحرابة أو هذه الآية الكريمة من سورة المائدة التي جاء فيها حد الحرابة، هل كانت موقوفة على حدث تاريخي بعينه؟ هل ترى فضيلتكم بأن أو كيف تصف وليس هل ترى هل يعني هل هؤلاء الذين يعتبرون هذا الحد بأنه شيء من اللا إنسانية ومن الدموية، كيف ترد عليه فرض الإمام؟ هو طبعا إحنا كبشر العقوبة الجسدية، لأن في عقوبة بالحبس وفي عقوبة بالغرامة في المال وفي عقوبة بالتأنيب أو بكذا إلى آخره أو بالحرمان أو بالنفي، كل دي كانت عقوبات وبعضها ما زال موجودا، يعني لما نفوا سعد زغلول أو نفوا أحمد عرابي إلى سرنديب أو كذا إلى آخره لسه موجود. المهم أن العقوبات البدنية دي كانت موجودة في كل العالم وفي كل الحضارات، حتى إنها كانت موجودة أيضا في مجاهل إفريقيا، وكانت موجودة أيضا عند الهنود الحمر. العقوبات البدنية اللي بتتمثل فيما نسميه بالحدود، منها القصاص بالقتل أو الإعدام، ومنها قطع اليد، ومنها جلد الزاني، ومنها رجم الزاني، ومنها الحرابة بالتصليب والتقطيع والنفي وكذا إلى آخره، أو ينفوا من الأرض. ال- 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 الحدود البدنية دي أو العقوبات البدنية بدأ أهل الغرب ينكرونها عندما أنكروا النصرانية. هم أنكروا، بيقولوا يا جماعة احنا ليه بنعتدي على بدن الانسان؟ الانسان المجرم ده ما زال انسان، فلا نعتدي على جسده باي نوع من انواع العقوبات الا عقوبات تتواءم مع تقييد حريته او تتواءم مع خطورته. ممكن نحطه في الكلبشات، ممكن نسلسل رجليه، ممكن نحط كرة حديد كده في رجليه عشان ما يجريش لانه خطير، ممكن حاجات زي كده، ممكن نلبسه القميص بتاع المجانين ده اللي بيشل الحركة علشان ما يهكش وما يضرش الآخرين ولا يضر نفسه، لكن نعاقبه في بدنه لا. ومونتسكيو بدأ في روح القوانين يشيع هذه الفكرة ويؤصل لها، وغيره بقى هوبز ولوك وكده إلى آخره. الناس دول اللي في أواخر القرن الـ18 من ابتداء من جاك روسو وفولتير واللي كانوا سبب في قيام الثورة الفرنسية، ثم بعد ذلك اللي بيسموهم أهل التنوير، أصلا أنكروا أن تكون النصرانية من عند الله، فأنكروا بالتالي الكتاب المقدس، فأنكروا بالتالي أن تكون هذه الحدود هي سماح من الله سبحانه وتعالى، سماح من الله سبحانه وتعالى للبشر. أي شخص يرى أن هذه الحدود ليست من عند الله يقول نعم
إنها ليست من الإنسانية. بالتدريج وعبر القرن العشرين بدأوا يفكرون في إلغاء عقوبة الإعدام، وبدأوا يرمونها حتى في ميثاق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، إنه بلاش الإعدام، إحنا بنقتل بعضنا ليه؟ القاتل يطمئن، هنحبسه مدى الحياة هنعن كده، لكن يطمئن ما يخافش يعني يقتل وهو مرتاح. النظرة دي ما فيهاش نظرة توازن، والنظرة دي جعلت هناك مشكلة عندهم حقيقية في السجون. تعرف السجين بيتكلف علينا كام في الشهر؟ من 1500 إلى 2000 جنيه أكل وشرب ولبس وعلاج تخيل؟ تخيل إنه لو كان عندك 300 ألف سجين ارتكبوا جرائم أو كذا إلى آخره، فإن 300 ألف سجين بيكلفوك 600 مليون جنيه في الشهر، يعني 6 مليار جنيه، ده تكلفة كده لوحدها يعني علشان حياته بس 6 مليار جنيه في السنة، وإحنا مش لاقيين لمشاريعنا وتنميتنا. هل هذا توازن؟ بعض الناس يراه توازنا وبعض الناس منبهر بهذا. لكن القضية بقى نرجع ونقول له، هو الحدود دي سؤال واحد بس، هي من عند الله ولا لا؟ اللي بيصفها بالقسوة واللي بيصفها بالتخلف واللي بيصفها بتجاوز الزمان هو يرى أنها ليست من عند الله، واخد بالك؟ من الأساس يعني، من الأساس نعم. مونتسكي يرى ذلك، أنها مش من عند الله أصلا، فيبقى هندوش نفسنا ليه؟ احنا بندوش نفسنا لأن أصل احنا مؤمنين بالله، واحنا بندوش نفسنا لأن احنا متأكدين أنها من عند الله، واحنا بندوش نفسنا لأن فيها من الحكم إحداث التوازن الذي فشلت فيه البشرية من دون هذا. لما الملك عبد العزيز رحمه الله استولى على المملكة السعودية، سواء المنطقة الشرقية أو الحجاز، كانت الناس بتسرق بعضها وتقتل بعضها وتهجم على قوافل الحجاج وكذا إلى آخره. فلما بس أبرز أنه سوف يطبق مثل هذه الحدود للتخويف هذه، لا، انتهت الجريمة، انتهت الجريمة من هذه المملكة. فين وفين بقى لما يقيموا لهم حد على زاني ولا حد على سارق ولا حاجة زي كده، والأساس في هذه القضية هي هذا فيه سماح من الإله بأن نطبقها ولا ما فيهش سماح؟ فوجهة النظر اللي احنا بنتكلم عليها دي بتقول لا، ده مش من عند الله. لما بيبقى واحد مسلم وبيتبنى هذا الرأي الخايب بيضطر يلف ويدور ويقول ايه بقى، ويقول لا، اصل القرآن تأريخاني. تأريخاني ازاي يعني؟ الفكرة دي انه مخلوق، القرآن مخلوق، وده قالوا المعتزل. يعني ايه مخلوق؟ يعني الزمن وبس، يعني ربنا أنزل القرآن أهو، ربنا أهو وأنزل القرآن أهو على قلب محمد أهو صلى الله لا. عليه وسلم وبس وخلاص في أيامه لا. وكل ما تشابهت هذه الأيام كل ما كان القرآن صالحا لتلك العصور. بعد كده بقى لما تغيرت الدنيا ابتداء من 1830 إلى 1930 والبرنامج اليومي اختل للإنسان أو تغير وتطور، فالقرآن ده مش صالح ولا أي حاجة، ولا الكتاب المقدس صالح ولا أي حاجة في أي حاجة صالحة. ليه يا أخين؟ قال لأنه ده تجاوزه الزمان، لأنه مخلوق، وده هو المقصود بهذه الكلمة تأريخانية القرآن. أهل السنة والجماعة بيقولوا لا، القرآن غير مخلوق، القرآن صفة من صفات الله تعالى، القرآن وكأنه نزل علينا الآن، القرآن متجاوز للزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
هذه الحدود هي من عند الله ومهمتها هو التخويف ومهمتها هو الردع ومهمتها أن نجعل عقوبة شديدة أمام جريمة عنيفة ومهمتها هو الأمن المجتمعي ومهمتها ومهمتها ومهمتها. كلام واضح أوضح من الواضحات وأجلى من البينات، ولذلك المسلمون لم يسرفوا فيها بل طبقوها بشروطها، فلما افتقدوا الشروط طبقوا الشرع الشريف بعدم تطبيقها. الشرع الشريف يأمرنا بعدم تطبيقها إذا افتقدنا الشروط، حتى إن كنا نعلم أن هذا الشخص هو يحارب الله ورسوله. يعني في حتى من رسامي الكاريكاتير في الخارج من يسيئون إلى هذا الدين وإلى النبي، وحتى من يسيء إلى ذات إلهية، ولكن هل نقف عاجزين أمامهم ونحن نعلم أنهم قد ينالهم حد الحرابة؟ قاضي القاضي، أصل أنت مالكش دعوة بحد الحرابة، ده القاضي هو اللي بيقول هو ده. نعم. ليه؟ لأنه قاصد ولا عالم ولا مختار ولا ينفع ولا ما ينفعش، بنروح للقاضي. وهل هو ده نوع من أنواع المحاربة ولا مش المحاربة، ولا يقصد ولا ما يقصدش، وهكذا. بارك الله فيك الإمام، جزاك الله خير. القاضي القاضي القاضي. طيب أستسمح حضرتك نخرج إلى الاتصالات الهاتفية. تفضل أستاذة أمل. تفضلي فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ معلش انا متشكره جدا جدا للبرنامج بتاعكم، وجزاكم الله كل خير على كل حسن. على اللي بتقدموه للناس بصراحه، ربنا يخليك. الله يخليك. كنت عايزه اسال فضيله الشيخ على سؤال بعد اذنك. اتفضلي. دلوقتي في واحده عندنا احنا مربيينها بقى لها 20 سنه، هي دلوقتي عندها 27 سنه، احنا متكفلين بيها من كل حاجه ماديا ونفسيا ومعنويا، كل حاجه احنا متكفلين بيها، وهي انفصلت عن اهلها تماما. اتقدم لها واحد شاب محترم جدا وكويس جدا، وخلاص المفروض ان هم هيتجوزوا. اخوها كل ما يتقدم لها واحد بيعمل قدامه حركات مش كويسه، لانه عايز يجوزها شخص معين كبير في السن لمساله ماديه، لان هم دايما بيبقوا عايزين ياخدوا الفلوس بتاعتها. مظبوط. المأذون طلب منه ان يكون ليها وكيل راجل، من خطيبها اللي هو حاليا طلب منها يكون ليه وكيل راجل، وهو عايز يحط ايده في ايد راجل. هل في مشكله لو هي وكلت اي حد من قرايبنا مثلا، اي راجل؟ بس طبعا هيبقى غريب عنها. عندها كم سنه؟ هي عندها 27 سنه حاليا. اتفضلي. شكرا. يعني بس الزوج الخطيب يعني عايز يحط ايده في ايد راجل. طيب يا أمل. طيب حاضر يا أمل. حاضر. استاذ ممدوح اتفضل يا فندم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عمرو؟ وعليكم السلام يا فندم، اهلا بحضرتك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. سمحت بقى لك، عايز اسال فضيله الدكتور بس. اتفضل فندم. حكم طلاق ساعتك، انا متزوج ومعايا ولد يا فندم، وهي حاليا حامل برضه. ففي ساعتك دايما في مشاكل وكده، وهي حاليا في بيت والدها وطالبين يعني ايه طلاق. فهو بس اختصارا دلوقتي ساعتك ان هو في مشاكل دايما، فاحنا الحكم اللي هو الطلاق ده هيريح امور كتيره يعني. فانا عايز اعرف بس، هو هي من تسبب الطلاق يعني الحقوق بتاعتها هي مثلا كمؤخر، كايمه، في ايمه مكتوبه يا فندم في ذهب في مؤخر، وبعد كده وبعد الطلاق مثلا نفقه الاولاد بعد كده اللي هي كل الراي الشرع كامل يعني في الموضوع ده. حاضر يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ مجدي اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ليا سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، انا كنت دايما حريص على ان انا احضر مبكرا للمسجد واصلي في الصف الاول. انا دلوقتي طبعا ما بقدرش اصلي كبر السن، فبصلي في الصف الاخير في مع الجالسين. أيوة. هل انا كده فقدت ثواب الصف الاول؟ حاضر. السؤال الثاني، هو اختلاف حصل بيننا وبعض، لان اهدي لاحد اصدقائنا دبوس ذهب عليه علم الجمهوريه، فاختلفنا في هل هذا لبس هذا الدبوس حلال ولا حرام، وخاصه انه هل الذهب، انا السؤال، هل الذهب ال 24 هو اللي يعتبر ذهب حرام؟ لان الذهب ال 18 ال 21 هو سبيكه مع النحاس، فمش ذهب خالص. تمام. وهل في نصاب لكده؟ وهل ارتدائه كدبوس او قلم او قاعه او دبوس كزرفته يعتبر حرام؟ حاضر حاضر يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على هذه الاسئله. فضيله الامام، بالنسبه للاستاذه الأستاذة أمل، بعد 21 سنة تستطيع البنت أن تزوج نفسها عند المأذون، والمأذون ولي من لا ولي له. المأذون هنا المأذون ولي من لا ولي له. تمام. يبقى مش هتنفع تتجوز عرفي، لازم تتجوز عند المأذون، علشان المأذون يعتبر أنه الولي بتاعها.
واضحة. يعني هي عندها 27 سنة، خلاص تختار أي رجل وتوكله، أي رجل، أي رجل أجنبي عنها وتوكله، تقول له وكلتك في تزويجي. يعني أريق حد من قرايب أستاذ أمل مثلا اللي هي متربية في بيتهم، أي حد هو وكلها مثلا، أي حد. نعم أي حد. نعم. توكله فيجي مع الخاطب ده اللي هيبقى زوج المستقبل. نعم. أم الزوج يقول له زوجتك موكلتي، فيقول له قبلت. نعم. إلى آخره. نعم. بس عند المأذون. نعم. أيوة يا ست أمل، يجوز أي وكيل وأي شخص كانت في البيت أو ما كانش في البيت، ويمكن بذلك تعدي الأخ اللي هو عايز يبيعها للعجوز ده أو كذا. نعم. الأستاذ ممدوح. ممدوح، المشكلة الزوجية والطلاق في أولاد، هو عايز يطلق. بس بيقول لي أنا عايز أعرف أنا علي إيه. عليك القايمة، القائمة تسلمها له، عليك المؤخر تدهولها اللي مكتوب فيه في العقد، ورقة الزواج أو العقد. عليك 24 شهر هتدهم لها شهر شهر نفقة متعة، وعليك 3 شهور إلى سنة نفقة عدة حسب عدتها. القيمة قد إيه يا مولانا؟ القيمة بيحددها القاضي حسب الدخل، لكن عادة المتعة والعدة اللي هما هيبقوا 27 شهر إلى 36 شهر حسب، أصل في 6 العدة بتاعتها بتنتهي في 3 شهور، في 6 بتنتهي في 6 شهور، في 6 بتنتهي. هي حامل. اشكركم، هي حامل. فاذا عدتها حسب الحال، يعني هي عدتها لغاية وضع الحمل. افرض انها لسه حامل دلوقتي، يبقى هتقعد 9 شهور. افرض ان هي في الشهر الثالث، يبقى هتقعد 6 شهور. مزيد. وهكذا. فعدتها هتتغير. فلكن العدة اقل عدة، يعني العدد إن العادة بتيجي شهريا، ولذلك بنقول 3 شهور، لكن هي ممكن تبقى 6، ممكن تبقى 9، ممكن تبقى سنة، يعني ولا تزيد عن سنة. يعني في حالة وفاة الإمام يحسب من تاريخ ما هيطلق لغاية ما هتولد. لغاية ما تولد. زي يبقى كام شهر. ويضيفهم على ال 24. على 24 مظبوط. افرض ان هو استنى. طب بلاش الحيلة دي. ممكن تكون مخرج يا مولاد. مش مخرج ولا حاجة، ما هو عليه 24 شهر برضو. يعني هو عليه 24 شهر، لكن انا بقول انه افرض ما هو استنى لغاية فاضل شهر وراح مطلق، يبقى العدة بتاعته شهر واحد بس، شهر على الولادة. على الولادة بالظبط كده، واخد بالك. وهتفوت علشان كده. لو استنى لغاية الولادة هتبقى العدة 3 عبال ما تطلع بقى من النفاس. وبعدين كذا. الى اخره، وهكذا. يعني كل واحده ليها عدتها. صحيح. فهنا دول ايه؟ نفقه هيدفعها شهريا 25% من الدخل كحد اقصى، ولا اللي بيحكم فيه كده. اللي بيحكم بيه عاده انه يبقى 25%. بالنسبه بقى للاولاد برضو اللي بيحكم فيه في حدود من 10 إلى 15%، وحسب مكانهم، هم في مدارس ولا مش في مدارس، هو عنده يظهر ولد وحاجة زي كده. فكل ده 10% بقى من الإيراد. افرض واحد دخله 7000 جنيه، العيل بتاعه ياخد 1000، و25% هتبقى ال 24 شهر دي و 27 شهر هناخد ربع الحكاية دي، يعني 1800 جنيه مثلا. فيفضل يسلمها ال 2800 لغاية 27 شهر ما تخلص، يبدأ يسلمها 1000 مثلا يعني. نعم. الأخ يا أستاذ مجدي، مجدي بيقول أنه كان بيروح ويحضر الصف الأول، بعدين كبر في السن وبيقعد في الآخر مع العواجيز أمسنة كده على يصلي وهو قاعد. الغريب أن العلماء تكلموا في الصف الأول ده أنه من سبق، مش اللي واقف في الأول، ده اللي راح المسجد الأول. فدي دي حتة الأخ مجدي، يعني حلوة مع مجدي، يعني تنفع معاه.
انه هو انت الاول مهما كنت في اي صف باللي يدخل المسجد الاول المسجد بغض النظر هيقعد فين هيقعد فين نعم او هيقف فين في الصلاه بارك الله فيك ده كلام العلماء السابق وبعدين بيسال على دبوس الذهب لا دبوس الذهب 14 9 14 18 21 24 هو وبعدين دبوس الذهب 24 ده يبقى نكتة لان ال 24 بندقي ما يتعملش منه دبابيس وما يتعملش منه حاجة ده يتكسر احنا وطول عمر الذهب 21 والدينار بتاع هرقل وكذا اللي كان تعامل به سيدنا صلى الله عليه وسلم 21 وهو موجود في المتاحف اهو فما فيش حاجة اسمها ذهب ان هو يبقى صافي بندقي يبقى حرام واذا ما كانش صافي بندقي يبقى حلال لانه ما فيش اصلا 24 ده 24 ده للتقويمات البندقي ده لكن ما تعملش منه تشكيلات ولو اتعملت بتعمل ساعات تشكيلات منه قمت الكسر فهو اصلا الذهب كل الذهب الدبلة الكوليه اللي مش عارف أي حاجة. أي حاجة هو أصلا ابتداء من 9 وانت ماشي كده من السبيكة لا ما هو السبيكة كل الذهب ده داخل فيه سيليكون نعم ولذلك فكل الذهب ده حرام على الرجال عند الجمهور نعم عند الجمهور نعم. اللي بيه بنفتي فإذا الدبوس لما يكون ذهب سواء كان زي ما هو بيقول يعني كأنه عليه علم مصر أو كذا لا نعمله فضة نعمله اي وعايز غالي يعملوا بلاتين البلاتين حلال بالرغم انه اغلى من الذهب واخد بال سيادتك ازاي وهكذا بارك الله في فضلك جزاك الله خير شكرا جزيلا لحضرتك شكرا موصول لحضراتكم نراكم غدا ان شاء الله الى اللقاء